صباح الخير يا كيجي وان، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اليوم عندنا درس جديد، درس الرياضيات. أول ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، تاريخ 7/4/2020، العدد الجديد عندنا اليوم نتعرف عليه اللي هو بيجي بعد العدد 9. خلينا نراجع الأعداد مع بعض. أول عدد أخذناه 1 عصايه، 2 مركاية، 3 مسننة، الأربعة بترقص، والخمسة كعكة مدورة، والستة زعلانة، والسبعة بتشكر الله، والثامنة بتصلي، والتسعة بتضرب سلام. شو بيجي بعد التسعة يا مس؟ بدنا نشوف هسا شو بيجي بعد التسعة. بيجي بعد التسعة 10. شو بيجي بعد التسعة؟ 10. سجل جول. هاي 10، 1 بعده 0. هسه مسنا نلون العدد 10. هيو عنا رسمناه من لونه. باللون الأحمر. شو هذا العدد؟ 10. هلأ بدنا نرسم هون ونعد. خلينا نرسم مع بعض تفاح ونعد. يلا عدوا معي. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هسه بنبلش نعد. يلا عدوا بصوت عالي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا شو إجا بعد التسعة؟ 10. هاي نحط هون، نكتب 10 اللي هي 1، وبيجي بعدها 0. خلينا نعد هون كم ملقط بالكاسة. شايفين هاي الملاقطنا، نعدها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاي 10 يا مس. كلياتكم هسه بتحكوا لماما، بتعدوا الاشياء عندكم، وبتصوروا حالكم فيديو. خليها تصوركم فيديو وتبعثوا لي حالكم عشان اشوف كيف بتعدوا. ابطال هسه يا مس بتعرف كيف بنكتب العشرة. 1. تعلمنا كنا كيف بنكتب 1 من الأعلى إلى الأسفل، عصاية على السطر، ونحط بحتها 0. هاي النقطة يمس اسمها 0. شو اسمها؟ 0. 1 وبحتها 0 اللي هي عبارة عن نقطة. يعني يمس شو 0؟ يعني إشي ما إلهوش قيمة. فرجوا على هذا، هاي الكاسة فيه إشي؟ لا، ما فيه إشي، 0 فاضي. هاي الكاسة فيها ملقط 1. هسا يمس الصفر هو عدد بس ما إله قيمة. إذا إجا لحاله ما إله قيمة، يعني ولا إشي. أما إذا إجا مع عدد من هاي الأعداد بصبح إله قيمة. إذا إجا مع 1 بصير اسمه 10. إذا إجا مع 2 اسمه 20. هلأ إحنا بدنا ناخذ 10. هاي الصفر شايفين 1 وبحده الصفر اللي هو عبارة عن نقطة. شو اسمه هذا؟ 10. كمان مرة نكتبها، 1 وبحدها الصفر اللي هي النقطة. سهل، شايفين كيف كتابته؟ هاي 10. كمان مرة، من الأعلى إلى الأسفل على السطر عصاية، ومنحط الصفر بحدها. شو اسمه هذا؟ 10. شو اسمها؟ 10. رائعين يا كيجي ون. هلأ يمسنا نعد نحل التمارين مع بعض. هون بحكي لنا تعلم، بدنا نعد كم حقيب عنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لون، بدك تلون زي ما لوننا هالساعات، بتلون 10، وهي 10 كمان بتلونوها وبتلون الصفر. رائعين. ضع دائرة حول الصورة التي تحتوي على 10 عناصر. بدنا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. كم في عندنا؟ 8. نحط عليهم دائرة؟ لا، ما بنحط، احنا بدنا 10.
نعد العصافير، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حط عليها دائرة. بنحط أحسنتم يا كي جي ون، مبدعين رائعين كي جي ون. لون أسفل الصورة الدائرة التي تكون أسفل الصورة التي تحتوي على 10 عناصر. بنعد كم سيارة؟ يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8. من لون تحتيها لا، احنا عددنا 10. العدد الجديد كم طائرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من لون أسفل الصورة صورة الطائرات. هلأ يا مس بقول لك اكتب، بدك تكتب العدد 10. نلون عن نقاط، نبلش عن نقاط بنكتب. العشرة هي عبارة عن 1 من الأعلى إلى الأسفل، سهلة عصاية، وبنحط الصفر بحدها اللي هي عبارة عن نقطة. كمان مرة نبلش من الأعلى إلى الأسفل، الواحد بنكتبه وبنحط بحدها نقطة. مس الصفر لازم يكون من هاي الجهة، ممنوع يكون وراها. إذا كان الصفر هنا فهو غلط، نحط غلط. الصفر لازم يكون أمام العدد 1. هاي بصير اسمه 10، من الأعلى إلى الأسفل ونحط الصفر قدامه بصير اسمه 10. كمان مرة من الأعلى إلى الأسفل بصير اسمه 10. هلأ بحكي لك هون اكتب بدون نقاط، هون حطنا نقاط، هون نكتب بدون نقاط. بنحط نقطة البداية للواحد اللي هو، بنبلش بالعصاية من الأعلى إلى الأسفل. وين بنحط الصفر؟ بنحطه هون غلط، بنحطه هون. يعني عليكم يا كي جي وان. يلا يا مس عبود كيف بنكتب العشرة؟ هاي يا مس، 1 من الأعلى إلى الأسفل بنحط صفر. سراج، من الأعلى إلى الأسفل نكتب الواحد ونحط الصفر. كمان يامن، يلا من الأعلى إلى الأسفل ونحط الصفر. ريان، من الأعلى إلى الأسفل ونحط صفر. سليمان، بتحط الواحد بتنزل من الأعلى إلى الأسفل ونحط الصفر أمامه. منير، بنحط من الأعلى إلى الأسفل ونحط صفر قدامه. زيد، كيف بنكتب؟ من الأعلى إلى الأسفل ونحط صفر قدامه. خالد، من الأعلى إلى الأسفل ونحط صفر قدامه، اسمه 10. سارة، كيف بنكتب العشرة؟ من الأعلى إلى الأسفل نحط صفر. آية، من الأعلى إلى الأسفل الواحد ونحط صفر قدامها. زينة، من الأعلى إلى الأسفل ونحط صفر قدامها. وغنى، كيف العشرة بتنكتب يا مس؟ من الأعلى إلى الأسفل نحط صفر قدامها. هلأ بحكي نضع دائرة حول العدد المناسب. نعيد كمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إياها التسعة، نشوف هاي التسعة اللي بتصلي، لا هاي 8 اللي بتصلي. التسعة بتضرب سلام، بتحطوا عليها دائرة، هاي الدائرة بنحطها. بدنا نعد كم فنجان قهوة عنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وين العشرة اللي هي 1 وبحدها صفر؟ هاي هاي يا مس، بنحط عليها دائرة. اكتب العدد المناسب، بدنا نعد هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا العدد هنا 8، بنحط نقطة البداية للثمانية، بنطلع بخط مائل للأعلى ونرد ننزل لتحت، هاي 8. نعد كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10، بنحط الواحد ونحط بحدها الصفر. عددنا الجديد اليوم يا مس شو اسمه؟ شو اسمه يا كي جي وان؟ اسمه 10. شو اسمه؟ اسمه 10. شطورين. أنا الواحد يا حلوين، إيا إيا يا، شكلي عصاي وما بتلين، إيا إيا يا، وأنا رقم 2 عندي خطين، واحد نازل والتاني يمين، غنوا معانا يا كتاكيت، إيا إيا يا، أنا 3 وعندي سنان، إيا إيا يا، مثل الشوكة يا فهمان، إيا إيا يا، والأربعة جاي تلعب غمي، بتغني وترقص رايح جاي، غنوا معانا يا أمامير، أنا 5 يا شطار، إيا إيا يا، كعكة يحبوا هالصغار، إيا إيا يا، وأنا 6 الدار عندي مشوار، بطلع شارع بمشي يسار، غنوا معانا يا نغشين، إيا إيا يا، أنا
شبه العكاز. هي هي يو والعشرة طول بتدخل جول. يلا نغني كلنا نقول هي هي يو. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هي هي يو. كنتم يا كي جي ون حبايبي، دمتم بحفظ الله وأمانه.